الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة يوم الثلاثاء من برنامجكم حياتنا. هذا البرنامج اللي يأتيكم عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا، بداية يسعدني في هذا المساء نمسي بالخير على أخوي زميلي نايف المسلماني. نايف مساء الخير. مسك بالنور والسعادة سلمان أنت ومشاهدينا، وأنا أتمنى أن اليوم كان على ما تتمنون بإذن الله تعالى، خاصة في منتصف الأسبوع. أتدري توك معدي بدايته ولا وصلت لنهايته؟ بس أنت من النوع اللي يتفائل اللي على الخميس، عيني على الخميس. يلا هالد ما بقى إلا يومين، أتمنى أن الكل يستمتع في هذه الأجواء وأنه يخطط صح، خصوصا في هذه الفترة لأن الجو حلو نايف، ولأن الأماكن كثرت مثلا عن السنة اللي طافت. السنة اللي قبلها هنقول كورونا الظروف كانت صعبة، أو السنة اللي طافت، فيعني الأماكن كثرت، الخيارات موجودة أكثر، والجو ما شاء الله حلو. خلاص خل كورونا على جنب الحين، التطور العمراني اللي قاعد يصير. يا سلام. يعني خذ قبل 10-15 سنة صار عندك اليوم اللؤلؤة، اللوسير، المشيرب، كتارة. الله، كتارة كتارة، أبي أروح كتارة اليوم إن شاء الله. خلص حلقة وانتفاهم. مشاهدينا الكرام، نبدأ في حلقة اليوم بهذه الأخبار، حيث افتتحت بالنادي العلمي واحة صناع، والتي ستكون بمثابة منصة تكنولوجية للمبتكرين، تمكن أي مخترع أو أي رائد أعمال لديه الفكرة وستتم ترجمتها وتنفيذها إلى نموذج أولي، حيث سيتم تبنيها في النادي العلمي عن طريق فريق من الخبراء والمختصين الفنيين. أكيد هذه الواحة تضم 8 ورش عمل متخصصة في مجال الإلكترونيات والروبوت والتصميم الهندسي والميكانيكا والاتصالات، ذلك بالإضافة إلى وجود مكتبة فنية مخصصة بها جميع المواد. بالتفاصيل أكثر نشوفها معكم في هذا التقرير. واحة الصناع مركز جديد يعزز دور النادي العلمي القطري. أشرف على افتتاحه سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وهو عبارة عن مجموعة معامل وورش عمل يدوية ورقمية مجهزة بأحدث المعدات بغرض التعليم وتمكين المخترعين من الابتكار في بيئة فعالة. واحة الصناع تمثل نقلة نوعية صراحة، خصوصا في النادي العلمي القطري، أنه يفتتح نفس هذا المكان حق المخترعين اللي هم احنا نستهدف فئة 14 سنة فما فوق، فبالتالي نوفر لهم جميع ما يحتاجونه من أجهزة، سواء أجهزة طابعة ثلاثية الأبعاد، أجهزة قاطعات الليزر، ورشة الخشب، ورشة الإلكترونيات، كل ما يحتاجه المبتكر والمخترع موجود في واحة الصناع. وبالتزامن مع افتتاح واحة الصناع أعطيت إشارة انطلاق يومين من المسابقات الجماعية الهاكاثون ضمن فعاليات ملتقى التحدي والابتكار الذي تنظمه وزارة الرياضة والشباب ممثلة في النادي العلمي القطري، وهو الحدث الأول من نوعه الذي تنظمه دولة قطر، ويتضمن عددا من المسابقات والفعاليات التفاعلية والبرامج العلمية التي تهدف إلى تحفيز المخترعين من جميع أنحاء العالم. مسابقة الهاكاثون اللي هي المسابقة الجماعية اللي تتكون من تقريبا من 8 إلى 9 فرق، كل فريق فيها 9 أشخاص، وطبعا احنا حرصنا أن يكون الشباب القطريين المخترعين متواجدين بقوة، فبتلاحظون يمكن في كل فريق ممثل فيه شاب قطري مخترع حائز على جوائز علمية. كما تم على هامش الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين مركز واحة الصناعة ومركز صناع عمان بهدف تبادل الخبرات. كان اتفاقية مع واحة الصناع بالنادي العلمي القطري، طبعا هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون المشترك على مجال الفعاليات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات البشرية، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من استخدام الورش والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين. وتهدف وزارة الرياضة والشباب من خلال واحة الصناع وملتقى التحدي إلى توفير بيئة علمية وإبداعية تدعم أفكار المبتكرين وتشجعهم على تنفيذها في فترة قصيرة وبجودة عالية. قبل
عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومن النادي العلمي القطري ننتقل معكم إلى هيئة الأشغال العامة، والتي أعلنت عن الانتهاء من الأعمال الرئيسية لمركز أم الاثنين الصحي الذي تنفذه إدارة المشروعات المباني لخدمة نحو 600 مراجع بشكل يومي من خلال 40 عيادة طبية متنوعة، وذلك ضمن خطة الدولة الخاصة بتطوير الخدمات الصحية. نايف، أكيد احنا نتكلم عن مركز أم سنيم الصحي، وهو على مساحة 27600 متر مربع. هذا يشمل مبنى رئيسي من مستويين واللي يتضمن مبنى العيادات الرئيسي. أكيد مشاهدينا الكرام، هذا إلى جانب بعض المباني الإضافية مثل المسجد ومبنى للخدمات المساندة ومبنى خاص بالحراسة ومراكز للصيانة الكهربائية والميكانيكية ومرآب خاص بسيارات الإسعاف، مع توفير 297 موقف للسيارات. نايف، أكيد تطور المنشآت الصحية عندنا في الدولة واللي انتقلت خدماتها صارت تشمل الشيء الكثير. قبل المركز الصحي كان ممكن محدود في بعض الخدمات، اليوم صار يضاهي المستشفيات في ما شاء الله الأقسام اللي موجودة عندهم. أكيد هني احنا يعني نشكر في هذا الجانب كل المؤسسات التي تعمل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى إدارة مشروعات المباني في هيئة الأشغال العامة أشغال نايف. المباني الصحية صارت اليوم على مستوى راقي وعالي جدا. أكيد، وهذا التطور الكل يشهد له، والحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة مميزة. ننتقل معكم إلى موضوع آخر، حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشروع أسواق مجتمعية تسعى فيها الوزارة من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسرة أو الأسر المنتجة، وذلك من خلال الأسواق المجتمعية لتكون بمثابة حاضنة لدعم مشاريع هذه الأسر. وزارة الأسرة وتنمية المجتمع. نايف، راح نتعرف على تفاصيل أكثر لمشروع أسواق مجتمعية اللي يكون الآن في مشروع اللؤلؤة من خلال هذا التقرير، ولا نعود. هذا المشروع يهدف إلى توفير مغرات للأسر المنتجة حسب شروط وضوابط محددة، وهذا المشروع هو إحدى مشاريع استراتيجية قطر التنموية 2030، وإحدى استراتيجيات قطاع الحماية الاجتماعية الاستراتيجية الثانية 2018-2022. طبعا إحنا من خلال هذا المشروع نسعى إلى توفير مغرات لبعض الأسر اللي راح تنطبق عليهم الشروط وفق معايير محددة، وأيضا نسعى إلى أن تكون هذه الأسر مكتفية بذات لفترة محددة من خلال الحاضنة. إذن أعود لكم مشاهدينا، وننتقل إلى موضوع آخر، حيث أعلن مركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أن قيمة القضايا التي تلقاها المركز خلال العام الجاري بلغت 1,600,000 ريال قطري. رقم كبير نايف، ويبرز دور المركز الهام. ولكن قبل أن نتكلم عن هذا المركز بشكل مفصل، خلونا نتابع هذا التقرير ولنا عودة مع ضيفنا الكريم. إن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها هذا العصر أفرز حاجة ملحة لتنظيم المنازعات، وبدلاً من اللجوء إلى القضاء كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هو الحل، ويحرص على الأهداف التالية: حل الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقد وفق قواعد التحكيم، تخفيف عبء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، المرونة في الإجراءات، التخصص في طبيعة المحاكمين الذين يختارهم الأطراف، تطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية، توقيع مذكرة تفاهم مع الجهات الأكاديمية والتعليمية، تحديث وتنقيح القواعد الإجرائية للتوفيق والتحكيم، وإضافة بنود جديدة متعلقة بالتحكيم الطارئي والتحكيم المرئي. الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف،
ومواقع التحكيم في قطر، يشير إلى تميز التجربة القطرية وتفردها في هذا الميدان. مثل ما شفنا معكم في هذا التقرير عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، واللي يبلغ عدد القضايا الكلي اللي انظروا فيها 162 قضية تحكيمية. أصدر المركز فيها حكم في 75 منها، فيما بلغ عدد القضايا الإجمالي لهذا العام 30 قضية تحكيمية. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في الاستديو الدكتور ثاني بن علي الثاني، وهو عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر. مسي عليك بالخير بداية دكتور، وسعداء جدا بتواجدك في تلفزيون قطر. الله يمسيكم بالخير، وأنا شاكر لكم الاستضافة هذه للحديث عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأنا حاضر للإجابة على أي سؤال تسألونه الله يسلمك. هذا الشيء المريح للقلب لما يكون سلمان الضيف عندك جاهز وما عنده أي خطوط حمراء، أكيد، ويكون ملم في كل المواضيع، ويعني بمثل قامة مثل الدكتور ثاني. شيخ، في البداية بس لو نعرف إحنا مشاهدينا عن المركز هذا واختصاصاته. طبعا المركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس عام 2006، والتحكيم كما هو معروف والوساطة والتوفيق والصلح هو أحد اختصاصات غرفة تجارة وصناعة قطر، فلذلك ارتأت غرفة تجارة وصناعة قطر تأسيس هذا المركز ليكون مركز مستقل عن الغرفة، يقوم بتلقي الدعاوي التحكيمية، يقوم بنشر ثقافة التحكيم في البلاد، وذلك عبر المشاركات في المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية. وهناك قواعد خاصة بالتوفيق والتحكيم خاصة بمركز قطر. طبعا أول قواعد صدرت في 2006، ومن ثم في 2012 تم تعديل هذه القواعد لتواكب التطورات الحديثة في مجال التحكيم. هناك دراسة وإعداد لقواعد حديثة، كما نعلم أن جائحة كورونا فرضت ظروف خاصة على التعامل سواء في التحكيم أو في الحياة العامة بشكل عام. أصبح هناك تعامل عبر التحكيم المرئي عبر الوسائل الإلكترونية وعن بعد، فلذلك من الضروري وجود آلية وقواعد تضبط هذه العمليات. هناك قواعد استثنائية صدرت في فترة الجائحة، ولكن المركز ومجلس الإدارة يسعى إلى وضع قواعد للتعامل عبر هذه الوسائل بشكل منتظم ودائم. دولة قطر حريصة على مواكبة تشريعاتها التطورات العالمية والمتغيرات، لذلك نجد أن هناك إضافة في قانون غرفة تجارة وصناعة قطر هي الوساطة، ودولة قطر أصدرت مؤخرا قانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وكذلك دولة قطر منضمة إلى اتفاقية سنغافورة المعنية بالوساطة، وتعتبر من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. كل هذا لتيسير عملية الاستثمار والتجارة وحل وتسوية الخلافات بالطرق البديلة عن ساحات المحاكم الوطنية بدون أدنى شك. اليوم دكتور، مثل ما تفضلت، هذا المركز ممكن تم إنشاءه في عام 2006، ولكن اليوم لما نخص هذا العام الجاري، شنو هي أبرز القضايا اللي تلقيتوها في المركز؟ طبعا كما نعلم أن من خصائص التحكيم هو السرية، فلذلك أنا سوف أتكلم عن نوعية القضايا، صحيح، ولكن لا يجوز الإفصاح عن أسماء أو مبالغ الدعاوي، لكن بشكل إجمالي وبشكل عام طبعا دولة قطر تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وهناك أحداث كبرى مثل كأس العالم، وهناك مشاريع إنشائية كثيرة، فأغلب القضايا والمنازعات التي ينظرها المركز متعلقة بالمشاريع الإنشائية وعقود الإنشاءات والمقاولين من الباطن، كذلك في التوريد وتأخيره. كل هذه القضايا المنظورة متعلقة ب لو قلنا 90% منها بعقود الإنشاءات. زين، لو نتكلم اليوم على القيمة والدور اللي تقومون فيه في جانب حل النزاعات
بدل ما يكبر الموضوع وتوصل لمحاكم و يعني درجات المحاكم اكيد نعم. عليا في هذا الجانب. بما ان مركز قطر هو يعني يقوم على التوفيق والوساطه في البدايه، يتم عرض على الاطراف الصلح ومحاوله ان تقريب وجهات النظر قبل احاله الملف الى التحكيم، لان المحكم هو يفصل في النزاع ولا يقرب وجهات النظر في بين الاطراف. ارتأينا صراحة في تقريب وجهات النظر، هناك العديد من القضايا تم تسويتها بالطرق عن طريق الوساطة وعن طريق الصلح والتسويات الودية، إلا أن في حال عدم الاتفاق على هذا يتم إحالة النزاع إلى التحكيم. ميزة التحكيم طبعا أن الأطراف يختارون المحكم، يختارون لغة التحكيم، يختارون القانون واجب التطبيق، سواء اذا كانوا شركات اجنبيه احيانا يقول لك احنا نبقي التحكيم باللغه الانجليزيه، فيختارون محكم سواء اجنبي او من العرب المتحدثين باللغه الانجليزيه، يوفر عليهم كثير عدم ترجمه المستندات، التواصل معهم لا يحتاجون مترجم فوري يترجم بين الهيئه والاطراف، فكل هذه بإرادة الأطراف. موجودين عندكم جاهزين؟ لا لا أرسل لك، فيه هو هناك قائمة والتحكيم يقوم على إرادة الأطراف، هم يختارون المحكم اللي بيفصل في قضيتهم. طبعا هناك في قائمة بأسماء المحكمين في المركز سواء من القطريين أو من الأجانب أصحاب الخبرة، وهناك تخصصات للمحكمين سواء في المجال الحسابي أو المجال الهندسي المتعلق سواء بالإنشاءات والتصاميم وكذلك القانوني. عادة التحكيم يقوم على الهيئة التحكيم تقوم على عدد وتري سواء شخص أو ثلاثة أو خمسة، حتى في حال خلاف في العدد في الثلاثة، لأن إذا كان طرف اختار محكم والطرف الآخر اختار محكم، هذا المحكمين الاثنين يختارون المحكم المرجح اللي هو رئيس الهيئة. في حال الخلاف الكفة اللي فيها الرئيس هي التي ترجح المسألة للفصل فيها. الحمد لله بعد صدور بعد كذلك قانون التحكيم في دولة قطر في 2017، يعني كانت من القوانين المميزة على مستوى المنطقة، وأنشأ دائرة خاصة في المحاكم متعلقة في نظر نزاع دعاوي البطلان التي ترفع من الأطراف بعد صدور حكم التحكيم، وكذلك جعل إرادة الأطراف في اختيار إذا هم يريدون أن يلجؤون إلى محكمة مركز قطر للمال التابعة لمركز قطر للمال إذا اتفقوا الأطراف في مشاركة التحكيم اللجوء إليها، فصار هناك اختيارين وطريقين في دعوة البطلان ودعوة تنفيذ التحكيم. كل هذا يعني يعطي المستثمر أريحية وضمانة وفي اختيار آلية تسوية النزاعات في دولة قطر. أكيد دكتور، أنت تفضلت اليوم أن هذا الموضوع ممكن يعطي المستثمر أريحية، ولكن اليوم هل ممكن نقول أن التحكيم والدور اللي يقوم فيه المركز ممكن يخفف العبء والمسؤولية الملقاة حتى على المحاكم؟ هو الأصل للمحاكم إلا إذا اتفق الأطراف في اللجوء، فدائما المستثمرين ورجال الأعمال يضعون شرط التحكيم اللي مثل ما ذكرت لك أنه هو يختار القاضي اللي يفصل في نزاعه، القانون واجب التطبيق، لغة النزاع، فهذا بس هو في الأصل المحاكم، لأن التحكيم هو مساند ومساعد للقضاء والأصل للقضاء، وحكم التحكيم يتم تنفيذه عن طريق القضاء في النهاية. طيب لو نتكلم عن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفصل المنازعات، هل دائما أنتم تشوفون التطور في هذا الجانب؟ هل توجد كذلك مشاركات للخبرات حتى في خارج دولة قطر؟ أكيد، أنا مثل ما ذكرت في بداية حديثي أن المركز يواكب التطورات، وجائحة كورونا فرضت تطورات جديدة في التحكيم المرئي والتحكيم عن بعد، كذلك المركز يشارك في المؤتمرات العالمية المتعلقة بالتحكيم، المركز يقيم مؤتمر عالمي كل سنتين في دولة قطر يحضر فيه المهتمين والمتخصصين بالتحكيم،
المركز يقوم كذلك بالتعاون مع التعليم المستمر في جامعة قطر بإعداد دورات تأهيل المحكمين. كل هذا الدورات يعني يشارك فيها متدربين من دولة قطر ومن خارج دولة قطر. كل هذا لوضع ما هو جديد في التحكيم ومواكبة التطورات الحديثة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. جهد كبير أمانة لكم وإنجازات كثيرة للمركز. ختاما دكتور، الكلمة اللي حاب توجهها اليوم للمشاهدين ولكل من لديه الرغبة، على سبيل المثال احنا نقول الله يبعد المشاكل والله يبعد الخلافات دائما، ولكن كل من ينوي التوجه إلى المركز لتسوية المنازعات أو الخلافات. نعم، كما هو معلوم أن شرط التحكيم يوضع في بند من بنود العقد، وهناك شرط نموذجي في قواعد المركز حتى لا يحصل لغط وإشكال في تفسيره ومعناه، لأنه هو يقول لك كل نزاع ينشأ في تفسير أو يخص هذا العقد اللجوء إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. أولا يكون الشرط واضح، في حال عدم وجود نزاع شرط واضح أو بند خاص بالتحكيم يتم عمل مشارطة التحكيم باتفاق الطرفين باللجوء للتحكيم سواء للمركز أو سواء لتحكيم الحر أو لاختيار مركز آخر، خصوصا أن دولة قطر مؤسسة في مركز التحكيم الخليجي وكذلك مركز القاهرة الإقليمي من الدول المؤسسة في هذه المراكز. نعم. دكتور، هل يجب أن يكون أحد الطرفين أنه هو عضو في غرفة قطر على أساس أنه ممكن يلجأ للمركز؟ لا، في هناك هو هذا التحكيم اختياري ولا يشترط أن يكون عضو في غرفة قطر، كذلك لا يشترط المحكم أن يكون في القائمة، الأطراف يختارونه ويكون هو من أصحاب الخبرة ويقدم سيرته الذاتية ويستطيع أن يقوم بالفصل في هذا النزاع الذي يختارونه للفصل فيه. أكيد، كل الشكر لك دكتور ثاني بن علي الثاني، وأنت عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر. شكرا لك وشكرا على جهودكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شاكر لكم الاستضافة، قواكم الله والله يبعد عنكم المشاكل إن شاء الله. إن شاء الله. سلمان ومشاهدينا، راح ننتقل معاكم إلى موضوع آخر وإلى مركز سميسمة والضعاين، واللي أنهوا مؤخرا النسخة 10 من معرض كشتة للوازم والرحلات البرية والبحرية، الآن يستعد بالتأكيد لمجموعة كبيرة من الفعاليات المميزة، ولنا حديث عن هذه الفعاليات ويسعدنا يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي السيد فؤاد المضاحكة وهو المدير المالي لمركز سميسمة والضعاين. مسك بالخير، وفي البداية لو نتحدث عن الجديد القادم لديكم بإذن الله. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي، بداية يعني نبي نتكلم اليوم عن جديدكم في مركز سميسمة والضعاين. احنا حاليا في مركز سميسمة والضعاين صار دمج ما بين مركز سميسمة ومركز شباب الضعاين في مركز واحد، لكن بالنسبة للمعرض احنا يعني كملنا على الشطر السنة العاشرة، يعني معرض كشته العاشر نسخته الجديدة هذه السنة، معرض مشهور ومعروف في قطر وتوقيته جدا مناسب، في كل سنة احنا نسويه يعني في نفس التوقيت مع موسم التخييم. نعم، لو نتحدث سيد فؤاد عن النسخة العاشرة من المعرض كشتة، يعني حدثنا عن أكثر بتفاصيل أكثر لهذه النسخة. احنا عندنا في هذه النسخة الحمد لله شاركت 50 شركة قطرية موجودة في البلد، هو المعرض يعني نجمع فيه الشركات لعرض الأسعار اللي هي تكون مناسبة بداية الموسم، فهذا اللي يميز المعرض. السنة هذه احنا زدنا بعض الأشرطة المرافقة، في السنوات اللي راحت دائما عندنا يعني ملاحظات من أولياء الأمور، فزدنا السنة اللي هي الأشرطة المرافقة حوالين مبنى الشبابي نفسه، أشرطة للأطفال، مسابقات رياضية، زون للترفيه،
يكون عام طبعا في الاماكن المفتوحه هذه. اوكي. فزدناها السنه حوالين المبنى، وهذا اللي ميز النسخه العاشره. اكيد. اخوي فؤاد، هل عندكم احصائيه في المركز عن عدد الزوار في هذه النسخه، النسخه العاشره لمعرض كشته؟ اي صحيح، احنا وصل عدد الزوار تقريبا الى 7000 او يعني 7000 وشوي، 7200. المعرض كان غطى 10 ايام، بدا من حاليا اليوم اخر يوم او انتهى امس. فالمعرض يعني خلال 10 ايام يعتبر عدد كبير بالنسبه للمعرض. نعم سيد فؤاد، كلمه اليوم ختاميه توجهها للمجتمع. يعني احنا على اقبال لموسم التخييم، عندنا اللي هي الامن والسلامه اهم شيء للادوات هذه اللي شريتها، ينتبهون على اللي هي التوصيلات الكهربائيه وغيرها، اللوازم يعني فيها لوازم نفس ما تقول استخدام الحطب، استخدام الفحم، جميع الامور الامن والسلامه في ادوات التخييم، هاي اللي يعني اهم شيء عندنا مراعاه. احنا عندنا يعني توعيه خلال المعرض كان لهذه الامور. لكن في الختام يعني ان شاء الله ننتظر الجديد في المعرض القادم، معرض النسخه 11، وان شاء الله مع لوازم بريه اكثر للمره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لك اخوي فؤاد المضاحكه، وانت المدير المالي لمركز سميسمه والضعين، كنت معنا عبر الاتصال الهاتفي. الله يوفقهم ان شاء الله. الكل يشد حيله، سواء المراكز، هيئات، وزارات، شركات، قطاع عن قطاع خاص في الفعاليات والمعارض في الدولة، على أساس أنه يكون في أخذ وعطاء ما بين هذه القطاعات والمجتمع بشكل مباشر. 50 شركة مثل ما ذكر أخونا فؤاد على مدى 10 أيام زار هذا المعرض 7200 شخص تقريبا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولا نعوده. إذن شهدت مسابقات القوس والسهم والسكيت ضمن منافسات بطولة كأس الأمير المفدى للرماية والقوس والسهم، منافسات قوية بين المتنافسين. توج الرامي مشاهدي الكرام سعيد حمد بوشارة بذهبية مسابقة الخرطوش سكيت الرجال ضمن بطولة كأس سمو الأمير المفدى للرماية التي ينظمها الاتحاد القطري للعبة على مجمع ميادين لوسيل. أكيد لنحدث أكثر عن البطولة، ويسعدنا أن يكون معنا البطل نفسه الرامي سعيد حمد بوشارب، والحاصل على ذهبية مسابقة الخرطوش والسكيت للرجال ضمن بطولة كأس سمو الأمير المفدى للرماية. في البداية ألف مبروك الذهبية. الله يبارك في عمرك وشكرا على الاستضافة. نسعد جدا بتواجدك. بداية قبل أن نتكلم في التفاصيل و ناخذ نعطي معاك في هذا الانجاز، ممكن في بعض المشاهدين ومنا احنا ممكن مو ملمين وايد في موضوع الرمايه، فخلنا نفصل للناس هذه الفئات مثل الخرطوش سكيت وهذه الامور. لعبه السكيت هي عباره عن لعبه ابراج، و وميادين لوسيل من افضل الميادين في العالم. قامت عليها البطولة هذه، والبطولة غالية علينا كلنا، بطولة سمو الأمير. أكيد. وتم الفتح البطولة، صارت فيها مشاركات خارجية، شاركوا عندنا ناس من أبطال من لبنان، وشاركوا معنا من سلطنة عمان المنتخب العماني، والحمد لله اللي توفقنا في حصد ذهبية سمو الأمير. عبارة يعني الواحد ما يقدر يعني يعبر عن فرحته في فوز في بطولة مثل هذه. نعم. سعيد، أنت دخلت المنافسة يعني هل كانت عينك على الذهبية؟ كنت حاط طموحاتك لهذا المستوى؟ والله شوف، احنا اللهم لك الحمد دائما عيننا في الذهب. يا سلام. ودخلنا المنافسة لان احنا على تم استعداد ان احنا نخوض المنافسه هذه.
خذنا المنافسة اللهم لك الحمد بسكورات عالية، أنا وإخواني الأبطال اللي معاي في الاتحاد الرماية، تدربنا في ميادين الوسيل وعقبها انتقلنا إلى معسكر خارجي وعقبها رجعنا تجهيزا للبطولة هذه والبطولات اللي بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. البطولات اللي بعدها إن شاء الله إحنا راح نتكلم عنها، ولكن اليوم خلنا نتكلم عن المنافسة داخل هذه البطولة. أنت مثل ما تفضلت إن كان في مشاركين حتى من خارج الدولة، شلون كانت حدة المنافسة بينكم؟ المنافسة كانت شرسة وصعبة، لأن إحنا في ميادين الوسيل تعرض للظروف الخارجية اللي هي عوامل الطبيعة. كانت المنافسة كأسكورات عالية بين الأبطال، ويعني الحمد لله اللي يعني أرضينا نفسنا بالنتائج بالأرقام العالمية اللي احنا جبناها، مش أرقام بسيطة اللي هي 123 124، هذه أرقام مش أرقام بسيطة، أرقام عالمية. طيب خلنا نرجع قبل البطولة شوي، التحضيرات شلون كانت؟ هل كان في معسكرات؟ هل كان في جهد شخصي من جانبك على أساس أن أنت تدخل البطولة بهذا المستوى؟ المعسكرات عبارة عن تدريبات اللي هي الميدانية، وعبارة عن تدريبات لثقة النفس. وعسكرنا في ميادين الوسيل بخطة المدرب، هي مش الواحد يسير على المجال اللي هو يبي أو القوة اللي عنده، كلها ترجع لخطة المدرب. المدرب يحتاج الرامي هذا تكثيف، يحتاج هذا يخف عليه التمرين عشان يخليه في قمة مستواه والعطاء اللي هو جاهز له. اليوم أخوي سعيد خلنا نتكلم أكثر عن الطاقم الفني والإداري اللي موجود معاكم في الاتحاد، واللي هو مسؤول عن إعداد الرماة لهذه المحافل وهذه البطولات. إحنا أول حاجة يعني نشكر الله اللي الله وفقنا كطاقم إداري، الأمين السر العام اللي هو السيد ماجد النعيمي، شخص ملم باللعبة وبالرماة، ووضع آلية حديثة في التدريبات، وفر لنا مدربين العالمين وساعد الرماة كثير، شخص يوضع لنا خطة وخطة بديلة وكيف يحقق الانتصارات بدفع الشباب الأبطال، أنا وغيري من الأبطال، يدفعهم إلى حصد الميداليات بشكل مستمر، مش بشكل أنك تبدأ وترجع مرة ثانية، لا خلاص يعرف الفريق لما يبعث الفريق إذا في المنافسات الخارجية يعرف أن الفريق جاهز أنه يحصد عديد من الميداليات، وهذا اللي صار في خطته اللي هو عملها كفريق متكامل من إدارة ومن جميع الاختصاصات اللي موجودة في الاتحاد نفسه. نعم سعيد، هل صارت فترة توقف بالنسبة لكم خلال جائحة كورونا، وهل هذا أثر عليكم؟ هل أثر على المستويات عندكم وأنكم ترجعون بقمة مستواكم مرة ثانية؟ والله شوف، احنا ما فقدنا المستوى، لأن صار عندنا تدريب ناس يعني ضمن القانون باللائحة اللي جاتنا، تمرنا في الدوحة بشكل فردي، ومستوياتنا كانت جدا مرضية، وشاركنا في الجائحة في وقت الجائحة، وحصدنا عديد من الميداليات العالمية، من ضمنها مصر 3 ميداليات عالم، ومن ضمنها الهند 3 ميداليات، والحمد لله يعني مو بالشيء اللي أثر علينا، تأثر علينا في حاجة واحدة، بعض الدول أغلقت البطولات أو اعتذرت أن الواحد ما يشارك فيها. أخوي سعيد، اليوم يعني أكيد دائما هدف أي متسابق محلي في أي اتحاد كان
هو لقب سيدي سمو الأمير في أي لعبة، سواء إذا بتكلم قدم، يد، سلة، اليوم نتكلم الرماية، نتكلم في أي اتحاد. بعد هذا الإنجاز بالنسبة لك على الصعيد الشخصي، شن هي المحافل اللي راح تشارك فيها سواء محلياً أو حتى دولياً؟ شوف، إحنا الحين خطتنا والعمل لبطولة آسيا إن شاء الله بعد شهرين تقريباً في الدوحة؟ لا، في الصين إن شاء الله، مشاركة خارجية، وعملنا كله من ضمن الخطة ان احنا عسكرنا في الخارج، ومن ضمن خطة المدرب ان نرجع الدوحة وننجز في الدوحة، وعقبها نطلع من الدوحة مرة ثانية الى معسكر داخلي، وبعدها ممكن معسكر خارجي، وعقبها نتجه للصين ان شاء الله لحصد ميداليات آسيوية باذن الله تعالى. الله يوفقكم ان شاء الله، و يعني نتطلع ان شاء الله لانجازات اكثر من جانبكم كلاعبين محترفين اليوم، وكذلك من جانب الاتحاد ان شاء الله بالدعم والتطوير اكثر للوصول ان شاء الله للمنصات العليا. واليوم انتم ما شاء الله كرماء قطريين حجزتوا مقاعدكم كاسماء قطريه في الخارطه العالميه، في كل التوفيق لكم ان شاء الله يا سعيد. الله يجزاكم خير، وان شاء الله نوعدكم، ومن ضمن بعد خطتنا ان احنا أولمبياد فرنسا إن شاء الله شغالين عليها إن شاء الله، وبإذن الله قول وفعل بإذن الله، بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، كل الشكر للرامي سعيد حمد بوشارب على وجوده معنا في حلقة اليوم برنامج حياتنا، وأكيد نبارك له مرة أخرى هذا الإنجاز. أكيد سلمان، ومشاهدينا ننتقل معكم إلى موضوع آخر وبهدف تعزيز التبادل العلمي والحوار بين الباحثين الشباب. استضافة جامعة حمد بن خليفة بالاشتراك مع الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب النسخة الثامنة من مؤتمر الرواد العرب والأمريكيين في العلوم والهندسة والطب. مشاهدينا الكرام، وفر المؤتمر فرصة للعلماء والمهندسين والمتخصصين الطبيين من مختلف أنحاء العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية، لمناقشة التطورات العلمية الرئيسية في المجالات ذات الصلة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. أكيد لنا حديث أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا يكون معنا عبر الاتصال هاتفي الدكتورة دينا الثاني، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة. في البداية نرحب فيك دكتورة، ونتكلم عن النسخة الثامنة من مؤتمر الرواد العرب والأمريكيين في العلوم والهندسة والطب. أهلا، السلام عليكم، وأشكركم على الاستضافة. طبعا المؤتمر مثل ما حضرتكم قلتوا هو هالسنة صار في جامعة حمد بن خليفة، هو مؤتمر سنوي يعقد سنويا مع أحد الدول العربية بالشراكة مع الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية. والسنة الحمد لله حظينا بفرصة الاستضافة في جامعتنا تحت طبعا مؤسسة قطر وبرعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في النسخة أكثر من 20 متحدث و 64 مشارك من صفوة العلماء العرب والأمريكان، وركزنا في هذه الدورة على 5 مجالات معينة تحت مظلة العلوم والهندسة والطب، وهي مجالات المواد المتقدمة والصحة الإلكترونية والماء والغذاء والطاقة والتكنولوجيا المبتكرة والمجتمع والأمن السيبراني. وبلغت الحمد لله نسبة المشاركة النسائية من العلماء النساء العرب والأمريكان نسبة 34%، وهي نسبة تعد عالية في هذه المجالات الهندسية والعلوم. أكيد دكتورة، اليوم يهمنا أيضا في حلقة اليوم من برنامج حياتنا نعرف السادة المشاهدين أكثر على البرامج اللي كانت موجودة في هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر صار على مدة 4 أيام، ومثل ما قلت اخترنا مواد معينة أو تخصصات معينة، وهي العلوم
أو المواد المتقدمة والصحة الإلكترونية والماء والغذاء والطاقة والتكنولوجيا المبتكرة والأمن السيبراني. وكانت وتحت مظلة كل من هذه المواضيع المهمة كان في 4 متحدثين رئيسيين اخترناهم على مدى سنتين في عملية الاختيار. وكان هناك العديد من العلماء اللي قدموا ملصقاتهم البحثية تحت مظلة هذه المواضيع. والمؤتمر يساهم طبعا في تحقيق رسالة جامعتنا جامعة حمد بن خليفة الرامية لتطوير القدرات البحثية الوطنية، وأيضا دفع التعاون مع المؤسسات العالمية في مجالات البحث العلمي، وأيضا فتح الباب للشباب من العلماء في تنمية وتقديم شراكات علمية ذات ميزة ابتكارية جديدة، وطبعا بناء جسور التعاون بين مؤسساتنا في الوطن العربي والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتورة، يعني لو نتكلم عن اليوم التعاون هذا اللي قاعد يصير، هل من الممكن أنه يكون عامل يسهل التعاون وتبادل الخبرات بالنسبة للشباب داخليا وكذلك خارجيا مع المستقبل بهذه الشراكات؟ طبعا المؤتمر يوفر منح بحثية. المنح البحثية هذه يقوم فيها المتقدمين والمتحدثين في المؤتمر، وطبعا هذه المنح تفتح أبواب كثيرة للشراكات وتطوير التقنيات والمناهج البحثية المستخدمة في حل المشكلات اللي تواجهنا في قطاع البحوث من ناحية المشكلات العلمية المتداخلة في قطاع البحوث في الوطن العربي وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخبر هذا المؤتمر منصة لعقد الشراكات وبناء هذه الشراكات التي قد تكون طويلة الأمد بدون نشك، وهذا اللي دائما نأمله من كل المؤتمرات والفعاليات التي تقام على أرض دولة قطر، وهي تبادل الخبرات وبناء شراكات أيضا في مختلف القطاعات والمجالات. ولكن اليوم دكتورة لو نسألك بجانب يتعلق بالقدرات البحثية الوطنية أيضا، واللي جامعة حمد بن خليفة أمانة تركز عليها في مختلف البرامج، ما هي نصيب هذه القدرات البحثية في التطوير من خلال هذا المؤتمر؟ طبعا الشراكات اللي يدعمها المؤتمر ضرورية لبناء قدراتنا البحثية كمؤسسات أكاديمية في العالم العربي وتدعم أعضاء هيئة التدريس وأيضا الطلاب ومعظم الحضور من المنطقة العربية حريصين على التعرف على أحدث التقنيات والمنهجيات الجديدة التي تعالج هذه المشكلات البحثية اللي ناقشناها، وهي المشكلات اللي هي أكثر إلحاحا في المنطقة. وأيضا من الجانب الأمريكي ذكر العديد من الباحثين الذين حضروا المؤتمر من الجانب الأمريكي أن تجاربهم في هذه السنة والسنوات السابقة في هذا المؤتمر بالذات دفعتهم على التعرف على مجالات جديدة في البحث العلمي وطرق جديدة لحل مشكلات البحث العلمي، لأن في شراكات من العالمين، العالم الأمريكي والعالم العربي، فتظهر أفكار جديدة وأفكار مختلفة لطرح حلول جديدة في البحث العلمي. شكرا لك دكتورة دينا الثان الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في المؤتمرات والفعاليات وما تقدمونه للشباب وللأجيال القادمة، ونتمنى إن شاء الله هذه الاستفادة تعم الجميع وتشارك الخبرات، هذه يكون عامل مهم جدا لشبابنا أنهم يستغلون هذه المؤتمرات وتبادل الخبرات مع الجانب الآخر في هذا المؤتمر الجانب الأمريكي والمؤتمرات الأخرى أكيد على مستويات عالمية أكبر. شوف أنا دائما نايم في المؤتمرات الدولية اللي فيها تبادل خبرات وبناء شراكات مع أي جهاز سواء كانت في أي قطاع، شيء يسعدني أكيد لما تكون الدوحة منصة لهذه المؤتمرات، ولكن ما يسعدني أكثر أن هذه المنصات تكون في مؤسساتنا التعليمية اللي فيها طلاب واللي فيها باحثين. اليوم إذا تكلم عن جامعات مؤسسة قطر للتربية وعلوم وتنمية المجتمع، تكلمنا عن جامعة قطر والندوات والمؤتمرات العالمية اللي تكون في مقر الجامعة، وحتى اللي جامعة قطر تشارك فيها بأعضاء هيئة التدريس وحتى
الطلاب اللي موجودين فيها نايف سواء محليا او حتى دوليا؟ هذه تعتبر فرص، هي اكيد جهود اداريه، جهود من الكوادر التدريسيه، ولكن اكيد كذلك هي اليوم فرص لشبابنا. ممكن الواحد يكون بمقتبل العمر ويكون عنده طاقه بس يخلص مثلا دراسته ويتفرغ شوي لاموره الخاصه، يستمتع بحياته، يروح شوي يدور كتارم شيرب لوسيل. انت رايح وراد على هالسالفه ترى، لان قرب الخميس وابي اروح، وانا بروح كتاره، انت وعدتني. أنا ان شاء الله. فالشباب لازم يركز، مو بغلط يسجل في ورشه ورشتين أكيد. يحضر لمؤتمر وما تحضر فقط لحالك، نايف عرف عن مؤتمر يشارك سلمان، يشارك اصدقاء، على اساس ان هذه الفائده تعم الجميع. اكيد. اليوم نايف، بما ان احنا كنا نتكلم عن جامعه حمد بن خليفه بالتحديد، فاحنا في كذا اسبوع من برنامج حياتنا قاعدين نتكلم عن الجهود اللي موجوده في جامعه حمد بن خليفه، المؤتمرات اللي موجوده، الفرص اللي موجوده، مو بس فقط لطلاب جامعه حمد بن خليفه انما للمجتمع بشكل كامل، مراكز عديده تابعه لهذه الجامعه. نايف، ممكن اي واحد انت قاعد اليوم لا تنتمي الى هذه الجامعه، والله انا هالدوره الفلانيه وهذه الورشه الفلانيه وهذا البرنامج الفلاني يناسبني وممكن يطور قدراتي في مجال معين، ادخل على موقعهم في الانترنت واسجل فيه واروح واستفيد. مو بس حتى موضوع مؤتمرات وورش سلمان، يعني تقدر تدخل بالامس مثلا كنا نتكلم على مثلا هيئه الاوراق الماليه، تقدر تدخل على موقعهم الالكتروني، تروح على المركز الاعلامي، تلقى هناك مواد موجوده سلمان، تطويريه، تثقيفيه، تعليميه، اذا انت كنت تبي تدخل في جانب الاستثمار، تدخل ابسط شيء تعمل عضويه مثلا في موقع مكتبه قطر الوطنيه. صحيح. وادخل في بحر علوم مواد الكترونيه تقدر انت تنزلها، اعتقد تكون بلاش، وانت تستمتع تقرا عربي انجليزي ولغات اخرى، لانه هو عباره عن اشتراكات عبر مواقع ومكتبات عالميه كلها تندرج تحت المكتبه، فاستعد وانبسط. بالاضافه للخدمات الالكترونيه، نايف، مكتبه قطر الوطنيه بحد ذاتها المكان والمبنى يشرح نفس للثقافه والقراءه، بالاضافه للفعاليات ايضا اللي موجوده داخل هذه المكتبه. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الثلاثاء من برنامج حياتنا. أكيد نلتقي بكم بكرة الساعة 7 على شاشة تلفزيون قطر. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج حياتنا، ومع السلامة. أمان الله.